ولإلقاء المزيد من الضوء على هذا الإنجاز البحريني، معنا على الهاتف من أذربيجان السيد راشد عبد اللطيف الزياني، أمين سر الاتحاد البحريني للسيارات، عضو اللجنة الأولمبية البحرينية. سيد راشد، بداية يسعدنا أن نرحب بك عبر شاشة تلفزيون البحرين، ونهنئكم على نجاح مهمة الوفد البحريني في تنظيم جائزة أذربيجان الكبرى لسباق الفورمولا 1. حدثنا عن هذا النجاح، والذي يعتبر طبعا ضمن سلسلة نجاحات حققها الاتحاد البحريني في تنظيم سباقات سابقة عديدة. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أهني القيادة بعيد الفطر المبارك، وأبارك للقيادة الرشيدة وشعب البحرين ومحبي رياضة السيارات هذا الإنجاز اللي حققناه في باكو، وبارك لهم نجاحنا في تنظيم سباق باكو اللي الحقيقة يعني خلى فرحتنا بالعيد فرحتين. مثل ما تعرفين البحرين له رصيد طويل في رياضة السيارات، يعني تأسس الاتحاد في 52 وتنوعت وسائل الاستضافة من أوتوكروس ورالي ودراج وفورمولا واحد، فالاتحاد ولله الحمد يسير بخطة ثابتة مدروسة واستراتيجية واضحة وضعت من قبل مجلس الإدارة وبإشراف مباشر من سعادة رئيس الاتحاد الشيخ عبد الله بن عيسى الخليفة. فهذه الخبرة اللي نشوفها في الشباب البحريني اللي بات في وقتنا الحاضر عملة نادرة ومطلوبة، شهادة يعني الاتحاد الدولي للسيارات. وجاءت من تراكم الخبرات في إدارة السباق في الحلبة واستمرار استضافة المملكة للفورمولا واحد، ونقطة تحول كانت في إدارة السباق الليلي اللي صار في البحرين، والآن الحمد لله يعني وصلنا للعالمية وأصبحنا نصدر خبراتنا للخارج. وهذه طبعا يؤكد ثقة أكبر المنظمات الرياضية القارية والدولية بقدرة المملكة وأبنائها في إنجاح مثل هذه التجمعات الرياضية، ليس فقط على أرض المملكة إنما أينما كانت في مختلف بقاع العالم. نعم سيد راشد، ما هي المشاريع الأخرى التي تنتظر الاتحاد البحريني للسيارات؟ في خطط إن شاء الله راح نناقشها في مجلس الإدارة. مثل ما تعرفين يعني اليوم عندنا شباب قادر على إدارة سباق الفورمولا واحد وتنظيمه في أي وقت وفي أي مكان. كوادرنا البحرينية أسندت لهم مهمات كبيرة مثل التحكيم والتنظيم في سباقات محلية في البحرين وعالمية. أصبحت البحرين مركزا دوليا لطب رياضة السيارات إلى جانب ألمانيا، وإحنا الوحيدين في الشرق الأوسط نحمل هذا الاعتماد الدولي. أصبحت البحرين مركزا دوليا أيضا لمنظمي رياضة السيارات اللي هم المارشلز. فالحمد لله الأساس موجود، وإحنا وهذا يرجع طبعا هالفضل إلى الله سبحانه، وثم وجود حلبة البحرين الدولية وأيضا دعم القيادة لتوفير هذه البيئة المناسبة لتنمية قدرات الشباب البحريني. فباكو ما كانت بس مجرد تنظيم للسباق، انتوا شفتوا من خلال تقاريركم يعني هالكم من يوم كمية العمل والشغل اللي صار من جانب الشباب البحريني. باكو كانت فرصة لتعريف العالم، الزوار، المشاهدين او حتى الفرق اللي يتسابقون، من نحن كعرب، من نحن كخليجيين، ومن نحن كبحرينيين. نعم السيد راشد عبد اللطيف الزياني، أمين سر الاتحاد البحريني للسيارات، عضو اللجنة الأولمبية البحرينية، شكرا جزيلا لك.